الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجة في حياتنا تقريبا، وبشكل كبير قوي بقى موجود في مجال الطب اللي بتطور، وأصبح فيه تقنيات بتنافس الطبيب. يعني الطبيب انت بتروح له عشان خاطر يشخص دي ويقول لك وظيفته انت عندك الرئيسية ايه. بالظبط. الذكاء الصناعي النهارده بقى بيعمل ده كمان. انا عايزه اقول لك انه في ناس حتى من قبل فكره الاي اي بيسالوا جوجل، يعني انا عندي ايه، صحيح، انا لو حاسس عنده نفس باعراض الاعراض او واحد كده. اتنين تلاته. فالذكاء الاصطناعي كمان دلوقتي بقى بينافس الطبيب على ده، التشخيص وكمان تحديد العلاج. من كام يوم كان في دراسة لباحثين في جامعة كامبريدج عنوانها هل سيتفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص مشاكل العيون، وأظهرت الدراسة دي أنه في تقنيات للذكاء الاصطناعي سجلت أداء متفوق جدا على الأطباء المبتدئين في تشخيص وتحديد العلاج للمشاكل المتعلقة بالعيون، ودي مشكلة كبيرة قوي يا مصطفى. طبعا، وخليني أقول هتشوفوا الكلام ده بشكل كبير لو رحتوا تعملوا كشف نظارة أو تكشفوا على عينيك، وهتلاقي الدكتور بيسألك الأسئلة البسيطة اللي هي بتعاني، شفت حاجة، عندك حاجة، لو لقاك سليم بيحطك التقرير اللي بيطلع ده، بتبقى الدرجة بتاعته مظبوطة بالملي، اللي هو أنت عندك استجماتيزم، عندك ماينس، عندك بلس. وده يمكن كانت أول خطوة في هذا المجال. طب إيه تأثير ده على الممارسات الطبية المستقبلية؟ هل مش هنلاقي طلبة يعني بعد كده في كلية الطب؟ هل هتقل الأعداد؟ كل الكلام ده هنعرفه بالدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون في القصر العيني. بعد التحية يا فندم، يعني مخاوف كتير، وتحديدا مجال العيون ربما من أكثر المجالات المهددة من قبل الذكاء الاصطناعي طبقا لهذه الدراسة. تعالي حضرتك. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذه فسان. اهلا بيك يا انا دكتور. اعتقد ان مجال العيون اكثر مجالات المستفيده من ده الحقيقه يعني. واحب الاول اقسم الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه لثلاث اجزاء. احنا عندنا حاجه اسمها التيلي هيلث، وعندنا الاي اي، وعندنا الروبوتكس. التيلي هيلث اللي هو الطب عن بعد. وده يا فندم يعني ايه الطب عن بعد؟ احنا مصر زي ما حضرتك عارف مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، البلد مساحتها زادت بدل 6% دلوقتي، مساحات الامتداد العمراني ضخم وزياده، المناطق النائيه زادت. تخيل حضرتك لو انت قاعد في اقصى الجنوب او اقصى الشرق او اقصى الغرب، وعندك نقص في الاطباء، دكتور بيجي مره في الاسبوع المتخصص في تخصص معين، تخصص العيون مثلا زي ما احنا بنشتغل وكده، وانت عندك سكر وما تابعتش عينيك اللي هي مرتبطه جدا يعني وليها اداء ضخم بالسكر، وفي حد قاعد على جهاز خد صوره وبعتها لمنطقه مركزيه واكتشفت ان الشخص ده محتاج ياخد ليزر للعين، محتاج ياخد حقنه للعين، فبتبعت تقول والله ده يجي او ده يتابع بعد 6 شهور حسب البرنامج. فده الجزء مهم من الذكاء الصناعي اللي اسمه التيلي هيلث، الطب عن بعد. الذكاء الاصطناعي هل هيتفوق؟ دراسة كامبريدج أثبتت أن الأطباء المبتدئين الذكاء الاصطناعي تفوق عليهم في التشخيص. تعليقك. ليه يا فندم؟ لأن في حاجة اسمها الديب ليرنينج في الذكاء الصناعي. تمام. الديب ليرنينج ده معناه أن الصورة اللي تتعرض عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة بيقدر يتعرف عليها بدقة متناهية. في بعض الأحيان تتفوق على الطبيب فعلا. لكن في احيان بس عمرها ما بتوصل ل 100% مهما كان العلم والتكنولوجي ورا القصه. اي حاجه في الدنيا ليها حاجه اسمها سبيسيفيستي وسنسيتيفيتي، يعني الدقه على دقه التشخيص وصحه التشخيص. طيب. وده دول موجودين في الذكاء الصناعي يمكن يفوقوا زي ما حضرتك قلت كده الاطباء في بدايات عمرهم، لكن بعد كده الخبره المكتسبه قد برضه تتفوق في بعض الأحيان، ولكن عمرها ما بتبقى 100%. فالعنصر البشري مش هيختفي. مش هيختفي، لكن يعني أنا بحس دايما، أنا شخصيا لما أحب أروح لدكتور أحب أتكلم معاه ويشرح لي الحالة، مش عايزة بس الأند ريزلت يعني زي ما بيقولوا آخرها إيه، لأ أنا عايزة افهم اللي بيحصل، التشخيص يتحكي لي يتشرح لي. النسب لو انا مش غلطانه بتقول ان الذكاء الاصطناعي نسبه التفوق فيه على الاطباء هي 69%، فهي نسبه كبيره طبعا.
لكن زي ما حضرتك قلت مش 100%. خلينا نتكلم على التجارب السريرية النهاردة. هل في دراسات اتعملت على ده؟ هل النهاردة الذكاء الاصطناعي تفوق في هذه يعني النقطة دي بالتحديد ولا لسه؟ يعني احكي لي أكتر. يا قصد حضرتك إيه بالتجارب؟ التجارب يعني النهاردة يعني في دايما أنتوا كدكاترة في experiments، في حاجات جديدة. الذكاء الاصطناعي مبني على اللي بيشوفه دايما، صح؟ مظبوط. يعني مزبوط. حاله بتتكرر قدامه كذا مزبوط. مره، فالنهارده بنى عليها يعني التشخيص على يعني بناء على اللي شايفه. النهارده لو جاء حاله مختلفه شويه، انتوا كدكاتره انا او انا كمريض اعرف ازاي ان ده حقيقي او ده صح؟ الذكاء الاصطناعي او التشخيص اللي طلعه الذكاء الاصطناعي ده ما خافش منه. تمام. هو العنصر البشري بيتدخل في مراحل تشخيصيه ومراحل علاجيه. الذكاء الاصطناعي بالمعنى اللي حضرتك بتقوليه ده متدخل في التشخيص الاكلينيكي او السريري للمريض، وده بيوفر علينا جهد ومجهود. مجال العيون ليه بالذات؟ لان احنا كل حاجاتنا في وراها صوره. احنا ممكن ناخد صوره للعين من قدام، ممكن ناخد صوره للشبكيه، ممكن ناخد اشعه مقطعيه، ممكن ناخد حتى نسيج في الانسجه بالباثولوجي نقدر نعرف ايه ده. فكل حاجتنا بيزد على صوره، فعشان كده في اهتمام شديد في مجال العيون عشان الديجيتال انفورميشن. بعد ما بتشخص المريض، هي الفكره يا فندم مش في نسبه الصواب، الفكره في نسبه الخطا. يعني انا دلوقتي قلت والله الراجل ده عنده سكر في مرحله متقدمه، جه حد تاني لسبب ما الذكاء الصناعي فشل في ان هو يتعرف عليه على ان ده عنده مشكله لازم الدكتور يشوفه. عشان كده العامل البشري عمره ما هيختفي. احنا يعني فاهمين ان العامل البشري مش هيختفي، ولكن احنا يعني بصدد ان احنا بنناقش تداخل المجال ده مع الاطباء البشريين. طيب برايك يعني اكتر المجالات في مجال الطب الـ AI او الذكاء الاصطناعي هياخد فيها مساحات؟ اي حاجه بيست على مثلا لما كنت بكلم على ان في ثلاث حاجات، التلي هيلث والاي اي والروبوتكس. لو هتسمح نتكلم على الاجزاء الاخرى اقول لسيادتك برضو في القصه عشان ابقى في السياق برضو الفكره العامه. التلي هيلث طب عن بعد، الذكاء الاصطناعي هياخد فيه مجال كبير جدا جدا جدا. الاي اي ان انا اقدر مش بس اشخص واقدر اعالج كمان. انت عارف حضرتك مثلا احنا عندنا حاجه اسمها كسل وظيفي للاطفال. العين تبقى موجوده بس مش المخ مش بيستقبل منها اي اشاره، والولد عنده ما بيشوفش بالعين دي رغم ان هي سليمه تشريحيا. بنعذب الام، احنا لازم الولد يقفل عينه السليمه عدد من الساعات وهو لابس نظارته، ونجبره ان هو يصحي العين الكسلانه دي عن طريق ان هو ما عندوش اوبشن تاني غير ان هو يشوف فيها، وده بيبقى فعلا عذاب للام وعذاب للطفل. اللي دخل فيها الذكاء الصناعي دلوقتي في بعض النظارات ثلاثيه ورباعيه الابعاد، فيها مئات البرامج اللي يختارها الطفل تنشط العين الكسلانه دي من غير ما نعذب الام ونعذب الطفل. اقفل عينك السليمه وشغل كده، وثبت بالعلم ان ده يتفوق على ان احنا نقفل العين. المجال الاخر اللي هو روبوتكس، ان الاله تقوم بما يقوم به الانسان في التطبيقات الجراحيه. ده مجال كبير جدا جدا جدا، والحقيقه دي طفره كبيره بقى اللي هو يتحكم فيها الذكاء الصناعي بانه بيقلل نسبه الخطا بالذات في الجراحات الدقيقه. بس هو الماشين دايما اللي بيشغلها الاوبريتور هو الانسان، بتديله الحد لو ايده بتترعش رعشه خفيفه او داخل على وريد او شريان قطرهم 200 مايكرون. تخيل 200 مايكرون ده حتى تحت الميكروسكوب محتاج دقه متناهيه عشان اخش اسلك جلطه مثلا. وده مجال كبير جدا جدا جدا. كمان الطب عن بعد، لو حضرتك تفتكر من كذا سنه كان في ايام الحروب اللي حصلت في اوروبا والمشاكل اللي حصلت في كل حته في الدنيا، كان الجراح قاعد في امريكا وبيعمل عمليه في اوروبا لمريض. فده مجال كبير جدا جدا اسمه روبوتكس، اللي فيها فعلا المكنه
قد تتفوق في الدقة على الإنسان، ولكن هي still operated by الإنسان المتخصص، سواء كان قريب من المكنة أو بعيد عن المكنة. فدول هم الثلاث مجالات. والحقيقة برضو الواحد كان سعيد أن كان فيه مؤتمر يوم الخميس والجمعة اللي فاتوا، مستضيفين فيه خبيرة ضخمة جدا من أمريكا في الذكاء الصناعي وفي العيون بالذات، وناقشنا هذه التطبيقات باستفاضة، ويمكن ده أول مرة يحصل في مصر، وكان بالتعاون مع الجمعية الرمادية وهيئات دولية ومستشفيات برضو موجودة في مصر، وقدرنا يعني نبلور المواضيع، والحقيقة نبقى على الأدج بتاع التطور في ظل التطور الكبير اللي حصل في مصر، وعرفناه الأسبوع اللي فات في البنية التحتية للأتمتة والحاجات المهولة اللي شفناها مع سيادة الرئيس الحقيقة، واللي بنواكب هذا التطور، احنا بنجري برضو عشان نلحق اللي بيحصل في مصر مش بس بيحصل في الدنيا حقيقي يعني. وده المستقبل اللي احنا رايحين له، مستقبل القريب كمان. خليني أقول بنشكرك دكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب العيون بالقصر العيني، كل الشكر ليك.